وأعوان وإداريين وعمال نظافة وأعوان أمن، وحتى الأجهزة الموجودة في المستشفى هي جند من جنود هذا الجيش. يسمحوا لي نتحدث في هذا المجلس اللي حاضرين فيه هما، رغم أننا كنا في ديارنا وكنا يعني في راحة وفي طمأنينة، وكانوا هم يحملون أرواحهم على أكفهم في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي الليل وفي النهار وفي الصباح وفي العشية. نجرؤوا نتحدثوا في حضرتهم، وذكر قول سيدنا فضيل بن عياض عندما سئل عن أحسن العبادات فقال: عبادة السعي في رمضان تكون أحسن العبادة هي الصوم، في وقت الحج تكون أحسن العبادة هي الحج، في وقت الأذان تكون أحسن العبادة هي الصلاة، في وقت الجائحة والأوبئة والمصائب يكونوا أمثالكم من الرجال، هم خيرة الرجال وأعمالهم هي خيرة وأحسن الطاعات والعبادات لله عز وجل. فأنتم مجاهدون تذودون عن حياض الأمة تحمون بيضتها، فبارك الله في مسعاكم، ونرسل إليكم التحيات والتهاني والاعترافات، ولا جزاء ولا مكافأة لكم إلا مكافأة رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة. ما نشكركم ما نوفكمش حق. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كانت عندها مبادرات قبل هذه المبادرة على المستوى الولائي، وزعنا ألبسة تاع الأطباء، ومسعد على كل حال ما كانش عندها نصيب في المرة الماضية، ووزعنا الأقنعة ووزعنا الكمامات، وكانت عندنا مبادرات في التعقيم والتوعية، وهذه المرة في التجهيزات هذه أبينا إلا أن تكون مسعد حاضرة في هذا التوزيع. كانت حاضرة في قلوبنا دائما، ولكن يعني الممثلين تاعنا في مسعد ما كانوش حريصين، ولذلك كان اللي حاضر يدي واللي غايب ما نسيناه. لكن هذه المرة التجهيزات هذه قلنا المستشفيات كلها تدي حقها إن شاء الله. كاين مبادرات أخرى في المستقبل إن شاء الله أيضا سوف يكون لمسعد نصيب إن شاء الله محترم بإذن الله عز وجل. الجمعية